الشمالي الشمالي بيلعب عرضية خطرة المرضي بحطة حطة حطة الجزاء قبل التسديد. مبارك والسنوسي السنوسي ومبارك صادت القدم ركله ركنيه في الثواني الاخيره للعربي. تنفيذ سريع السنوسي 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 تنقطع من امامه ترجع لمره ثانيه كينغزلي ايدو البينيه وفي التسلل والتسلل تسلل في رايه تسلل وفي على الرغم من ركله جزاء ضائعه للعربي على الرغم من هدف ملغى للعربي ولكن الثاني التنفيذ دائما عن طريق الاختصاصي لصالح العربي. التأثير موجود محمد صولا بيسلم كرة الآن بيحاول يتقدم بيلعب الكرة الجول الجول محمد صولا جول كرة بترجع إلى حارس المرمى للعربي بيلعبها طويلة في الأمام ناحية محمد صولا توصل ويتابع محمد صولا بيمر محمد صولا كرة مع العربي صولا بيلعب عرضية الله 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 عملها عملها عملها. شنو راح يقول السمحان؟ ماذا يشاهد السمحان في هذه اللقطة؟ رجع السمحان سعود السمحان في الدقيقة الأولى في الثلاثين ثانية الأولى الحدث القرار ركلة جزاء ركلة جزاء للعربي ركلة جزاء للعربي تأتي من أول احتكاك عدي الصيفي